انا فعلا في الفيديو خليت الاسنان ويت، حطيت عليها ميه متعمد على اساس ان ما حصلش ما تبقاش الاكريليك معاها ستيكي او يمسك في الاسنان. ففكره ان بس زي سيبريتنج. حاجه كمان مهمه، مساله طبعا الريدكشن ما كانش فاينل في الكيس اللي كانت معروضه في الفيديو، جاست كانت حاجه انيشال كده بس عشان اعمل تمبرزيشن للبيشنت، يعني مرحله تاهيل للجينجفا. وبعدين حاجة كمان، ممكن تستخدم فازلين على الأسنان وعلى الجينجفا، برضو بيشتغل سيبريتنج، لكن الكلينينج بتاعه بيكون يعني متعب بصراحة وبيضيع وقت، وتفضل تستخدم بولشنج بيست وكحول أحيانا وحاجات يعني تضييع وقت ومزعج جدا، ما أحبوش صراحة. يكفي جدا أنك تخلي الأسنان ويت بشكل كافي، ده بيخلق سيبريشن بيكون بسهولة زي ما انت شفت في الفيديو بيطلع الأكل. كمان حاجة مهمة، طب احنا ليه اساسا شلناه، او ليه محتاجين ان نشيله تاني، او انا ليه خليته بشكل متعمد ان ينفك من الاسنان بسهولة؟ عشان طبعا اعمل تريمينج للمارجنز وافنش التمبريزيشن تمبري بريدج او كراون، حتى افنشه كويس. الاكسسز مش هتكون لطيفه ومش هتكون هيلثي مع الوقت طبعا، فمحتاجين ان احنا نعمل فينشنج بولشنج كويس للتمبري ريستوريشن، وبعد كده بنحط فيها التمبر سيمنت اللي انا استخدمته بتاع شركه بروميديكا اللي كان في الفيديو. نقطه كمان مهمه هقول لك عليها حاجه، ضروري جدا في حالات الكبيرة لما بشتغل مالتيبل تيس جنب بعض مثلا، فالحركة اللي شفتها ان انا بشيل السيليكون اندكس بشيله بالاكريليك بسهولة وخلاص، انا في سيبريشن كويس بينه وبين الاسنان ويت، وبالتالي ما عنديش صعوبة ان يطلع من الاسنان مرة تانية، انا شلته من الاسنان اوكي. وبعدين الاسنان دي لو ما كانتش فيها نسبة باراليزم، يعني محتاجين الاسنان الاباتمنتس دي تكون بارلل الى حد ما، يعني مش انا طبعا لسه ما عملتش فاينل بريبريشن، لكن بشكل عام احنا محتاجين الاسنان دي تكون بارلل عشان يمنع اي ميكانيكال انترلوكينج للاكريليك. الاكريليك بسهوله جدا اي اندر كاتس ممكن بيدخل فيها وبالصعوبه ان يطلع مره تانية، او بيبدا يتكسر، او لو هو لسه شويه سوفت هتلاقيه فعليا بدا يتكسر او اجزاء منه تروح نتيجة اندر كاتس. فضروري جدا، مش عارف انا وقفت فين لغاية الريكورد اللي فات. المهم فمحتاجين الاباتمنتس تكون بارلل عشان ما يكونش عندي اندر كاتس هيحصل فيها ميكانيكال انترلوكينج للاكريليك، وبالتالي يبقى البوينتس المهمة في الموضوع ان اخلي الاسنان ويت او اخلق سيبريتنج ميديم للاسنان عشان اشيل الاكريليك وافنشه اوت بسهولة، بعد كده برجعه تاني بالتمبر سيمنت وبشيل الاكسس تمبرزيشن. حتى التمبر سيمنت احيانا نستخدم زي تيفلون في اماكن الكونكتور، انا في صور ممكن اعرضها لك ابعتها لك او اشيرها، بنستخدم زي تيفلون في اماكن الكونكتور.